من استوديو ام 24 مشاهدينا نرحب بكم في هذا العرض الاخباري ونستهله من مدينه وجده، حيث تمكنت عناصر المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بالمدينه بناء على معلومات دقيقه وفرتها مصالح المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني اليوم الثلاثاء من توقيف 6 اشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكه اجراميه تنشط في تزوير الوثائق والمحررات التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء شنغن وتنظيم الهجرة غير الشرعية. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بمدينة وجدة بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية بغرض تنظيم أو بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة. في الخبر الدولي، أثار الوضع الذي تشهده العراق حاليا قلقا دوليا من تدهور الأوضاع في هذا البلد إثر اندلاع احتجاجات عنيفة أمس الاثنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. شيماء جبران والتفاصيل. مشاهد أثارت قلقا دوليا إزاء الاشتباكات العنيفة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، والتي أدت إلى سقوط العشرات عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يتابع بقلق بالغ الاحتجاجات الجارية في العراق، حاثا في ذلك الأطراف على المشاركة في الحوار، مضيفا بأنه يشعر بالقلق بشأن التقارير عن وقوع إصابات. بدورهما الولايات المتحدة وفرنسا عبر عن قلقهما عقب أعمال العنف التي يشهدها العراق. جامعة الدول العربية أعربت عن حزنها البالغ إزاء التطورات الخطيرة في هذا البلد، ودعت مختلف الفرقاء إلى تغليب المصلحة الوطنية. يأتي هذا عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، لقي من خلالها ما لا يقل عن 23 شخصا مسرعهم إثر تبادل كثيف لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في الإطار التنسيقي، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا جلهم من أنصار مقتدى الصدر، بينما أصيب نحو 350 متظاهرا. دوليا دائما وإلى أوكرانيا هذه المرة، حيث استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في كييف، التي وصلت تمهيدا لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا. زيلينسكي قال خلال هذا اللقاء: نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام غروسي على طريق عبر ممرات أمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر كارثة نووية. كما أضاف إنها إحدى أولويات الأمن في أوكرانيا والعالم أجمع. بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد وصلت لكييف اليوم الثلاثاء قبل زيارتهم المزمعة إلى منطقة زابوريجيا لتفقد وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة النووية. الكرملين يأمل في أن تمضي هذه أو أن تمضي زيارة طاقم الوكالة في ظروف جيدة. رغد قبوري والتفاصيل. الكرملين يأمل في أن تمضي زيارة طاقم وكالة الطاقة الذرية لمحطة زاباروجيا النووية في ظروف ناجحة، زيارة من بين أهدافها تفقد الأضرار المادية التي لحقت بالمنطقة وتقييم الظروف التي يعمل فيها الموظفون بالمنطقة، كما سيتم تحديد وظائف أنظمة السلامة والأمن وشروع الطاقم في تنفيذ أنشطة ضمانات عاجلة، أي لتتبع المواد النووية. دول مجموعة السبعة طالبت في بيان الاثنين بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية تامة إلى محطة زاباروجيا. القارة الأوروبية قلقة للغاية حيال مخاطر حصول حادث نووي بالمنطقة.
في موضوع آخر، وفي إطار اجتماع لوزراء خارجيات دول الاتحاد الأوروبي في براغ، أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا اعتراضهم على منع السياح الروس من زيارة دول التكتل، مؤكدين على ضرورة حماية الأنظمة الديمقراطية في المنطقة خاصة للأجيال القادمة. المزيد في تقرير لأمينة صياد. أزمة جديدة تلوح أمام الكريملين. بلدان الاتحاد الأوروبي تهدد بوضع السياح الروس أمام مشنقة التأشيرة، لكن ألمانيا وفرنسا تعترضان. خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في براغ، ناقش المسؤولون مطالب بحظر منح التأشيرات لمواطني روسيا، لكن كلا من فرنسا وألمانيا أكدتا على ضرورة عدم التقليل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية. أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد حل جيد في براغ. سنأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدول المجاورة لروسيا والتي هي قلقة للغاية، بالإضافة إلى آرائنا وآراء الآخرين. برلين وباريس أكدتا من خلال قرارهما على أن المواطنين الروس غير المرتبطين بحكومة بلادهم من حقهم التوصل بالتأشيرة. الاجتماع سيستمر يومين في عاصمة تشيك براغ، ويتوقع أن يحمل خطة توافقية بخصوص هذه القضية. على صعيد آخر، مسؤول منظمة الصحة العالمية يصرحون أنه من الممكن القضاء على تفشي مرض جدري القردة في أوروبا نتيجة تباطؤ عدد الحالات في عدد قليل من البلدان بالقارة العجوز. رغدة قبوري والمزيد من التفاصيل. من الممكن القضاء على تفشي مرض جدري القردة في أوروبا حسب مسؤولي منظمة الصحة العالمية. تباطؤ عدد الحالات في عدد قليل من البلدان بما في ذلك فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا على الرغم من ندرة اللقاح يعتبره الخبراء علامات مشجعة على انحسار المرض. نعتقد أننا نستطيع القضاء على انتقال العدوى من إنسان لآخر بفيروس جدري القردة في المنطقة الأوروبية. المنظمات الصحية الدولية من الولايات المتحدة وأوروبا تدعم تغيير طريقة إعطاء اللقاح عن طريق حقن كمية أقل من اللقاح داخل الجلد، مما يزيد بمقدار 5 أضعاف الجرعات التي يمكن استخدامها من حقنة واحدة. نعود للخبر الوطني. وعلى مساحة 4 هكتارات شمال وسط مدينة الراشدية، تم إنشاء الحديقة الطبيعية الفضاء الواحات البيداغوجي، ويكمل هذا الفضاء الذي يستعد لاستقبال زواره الأوائل خلال الأيام القليلة المقبلة مسرح كبير في الهواء الطلق ومسبح شبه أولمبي ومسبح للأطفال وقصور صغيرة ومئات من أشجار النخيل. مزيدا من التفاصيل في تقرير لعثمان الطاهري، لنتابع. الفضاء الواحاتي البيداغوجي منتزه يمتد على مساحة شاسعة مغطاة بأشجار النخيل والنباتات الحية الخاصة بالمنطقة، يشكل رئة خضراء جديدة لعاصمة جهة درعة فيلالتا. اللي تنجز بشراكة ما بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي ديالنا ووكالة تنمية المناطق الواحة وشجرة الأرقال في جميع أنواع النباتات ديال الواحة وبيداغوجي وفضاء كذلك للدراسة للطلبة. ويطمح هذا المنتزه الذي تم تصميمه على شكل واحة قائمة على توازن الموارد الطبيعية المكونة من التربة المياه في بيئة قاحلة إلى تعزيز الثقافة الواحاتية مع قصورها وقصباتها ذات الهندسة المعمارية الفريدة وبساتين النخل. يتضمن هذا الفضاء الواحاتي مجموعة من التجهيزات والمرافق المهمة، سواء فضاءات خضراء، ألعاب للأطفال، مسرح في الهواء الطلق، وهو مخصص للجمعيات الهادفة والنشطة في المجال، ويتضمن مجموعة أشجار النخيل وأشجار التزيين ومكونات أخرى، وتم اعتماد في نظام الري بالتنقيط لترشيد استهلاك الماء. هذا الفضاء الواحاتي البيداغوجي للرشيدية يضم من بين أمور أخرى أزيد من 450 نخلة وعشرات من أشجار الفواكه وعشرين نافورة، بالإضافة إلى فضاء مخصص للأنشطة الثقافية وحمامات ومرافق صحية.
إلى إيمين تانوت، حيث أطفأ مهرجان إيمين تانوت للفن والإبداع والتراث شمعته 12، وثمنت الفنانة الشعبية إكرام العبدية عروض المهرجان بأدائها أغاني شعبية تلقى قبولا منقطع النظير لدى الجمهور. المهرجان شهد مشاركة فنانين اتحفوا بإيقاعات أمازيغية وشعبية تحت هتافات الجماهير. تفاصيل هذا المهرجان في تقرير لأمينة صياد. على إيقاع الموسيقى الشعبية والأمازيغية ضربت جماهير مهرجان إيمين تانوت موعدا مع الفن والإبداع والتراث. مهرجان لطالما وفى بعهده فأبدع فنانوه وأتحف الحاضرين والمارة. في نسخته 12 قدمت الفنانة إكرام العبدية باقة من الأغاني الشعبية التي يعشقها الكثيرون. كنبغي نشكر مدينة إيمين تانوت، وكنبغي نشكر ناس تبارك الله اليوم، وأنا فرحانة اليوم وشرف لي نكون معهم في هذا المهرجان الغزال، وكنتمنى إن شاء الله نكون خفيفة على قلوبهم تبارك الله اليوم. منذ الدقائق الأولى للعرض عمت أجواء الغبطة والفرح الحضور بتواجد ثلة من الفنانين والموسيقيين الذين احتفوا برواد الفن الشعبي العريق مستأمنين على ضمان دوامه وتخليده. جيت منفتح على المجموعة من الفنانين اللي عندهم غير على البلاد، وعندهم إن شاء الله اللي غيحققوا بعض الأهداف اقتصادية يعني وغتنفع بالساكنة. وتتواصل هذه التظاهرة الفنية مع الفنانين سعيد شرف وسعيد الصنهاجي، بالإضافة إلى مشاركة سعيد أسمغور بإيقاعات أمازيغية أصيلة، عروض هدفها الاستجابة لكل الأذواق الموسيقية. في الخبر الرياضي، انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة تصل إلى 100 مليون يورو. صفقة أنتوني هاته تدخل في مشروع المدرب الهولندي إيريك تنهاج والطامح إلى تقوية خط هجوم فريقه قصد المنافسة بقوة على المنافسات المحلية في موسم طويل وشاق. عثمان الطاهر يضعنا في صورة صفقة البرازيلي لنتابع. الجناح البرازيلي أنتوني كان يحلم باللعب في مسرح الأحلام، فتحقق الحلم بعد الانتقال من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو. أياكس في بيانه قال: وافقنا على انتقال أنتوني بقيمة 95 مليون يورو، مع الإضافات قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو. في الجهة المقابلة أخبر اليونايتد محبيه فكتب: توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على التصريح الدولي. أنتوني راقص السامبا، من لعب لساو باولو في البرازيل سابقا، هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس إيريك تنهاج، بعد وصول أيضا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا الصيف. ويطمح البرازيلي الشاب الذي يملك يسرى ساحرة، يطمح من خلالها إلى إمتاع من يعشق اليونايتد في الأولد تريفورد وملاعب إنجلترا في انتظار قادم المواسم في تشامبيونز ليج. رياضيا دائما، حسم منتخب لبنان تأهله لكأس العالم لكرة السلة 2023 بفوزه على منتخب الهند بنتيجة 95-63 ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة للبطولة العالمية. شيماء بكا في المتابعة. بشكل رسمي منتخب لبنان يتأهل لكأس العالم لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه، دفعة كبيرة تلقاها لبنان بعد فوزه على منتخب الهند ب 95-63 ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة العالم. الحمد لله حققنا تأهل على كأس العالم، أكد أنه في شيء مستحيل على الشعب اللبناني وعلى هدول اللاعبين والجهاز الفني، حلم أي شخص أنه يكون بكأس العالم، هذا الحلم تحقق. اليوم الخطوة الجاية هي كيف بدنا نحدد لكأس العالم، بأي شكل بدنا نروح، بدنا ننطر نشوف المجموعة اللي حنكون فيها، ومن هونيك بدنا نكمل التحضير. تأهل يحق للبنانيين الافتخار به، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.
الفوز اعتبره كثيرون لحظة نادرة من الأمل والوحدة في بلد غارق في الصراعات السياسية ويعاني من أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات. نحن فخورين باللي وصلوا المنتخب فعلا من وراء اتحاد، من وراء لعيبة، من وراء كوتشي، من وراء مدربين، كمشوا ايديهم كلياتهم ببعض وصلوا للحلم يلي كل اللبنانية كانوا يحلموا فيه. وكان منتخب لبنان قد بلغ كأس العالم آخر مرة سنة 2010. كأس العالم لكرة السلة 2023 سينطلق في شتنبر من العام المقبل في اليابان وإندونيسيا والفلبين. بهذا الخبر يا رياضي مشاهدينا نصل لختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.